سلطانة، كأنه وجع معدتك كتير طول؟ إيه فعلاً، عم أشرب الدواء اللي وصفته الحكيمة، يمكن رجعت أخذت شوية برد، كأنه هالدواء مو نافعني. ممكن يكون في خبر حلو ورا هالوجع يا سلطانة، لتكوني حامل. كيف؟ إيه بلكي حامل. شو هالحكي الفاضي؟ يمكن أخذ شوية برد مو أكتر. شو بيعرفك؟ حاسة هالمرض طول. أنا رح روح خبر الحكيمة وخليها تجي تفحصك. لا لا تروحي، عملي لي زهورات بلكي بهدى وبرتاح شوي عليهم. والسلطانة خديجة قبلت؟ أنا حطيت الفكرة براسها ورح شوف شو بده يصير. إذا هي وافقت تضمن السلطانة الأم إنها توافق؟ هالمخلوقة لازم تروح من هالقصر، وإن ما رضيت بدور على حل غيره. هيام، في كتير جواري بالقصر، إذا راحت هي بيجي غيرها. سليمان ما رح يكون لوحدة غيري، ما رح أسمح. إمتى هالعاصفة اللي جواتك رح تهدى؟ طول ماني عايشة ما... مولاتي ناهي الدوران صلى زمان ما عم تبين، صحيح هي مزعوجة؟ مين قال إنه مزعوجة؟ لأنه الست هيام رجعت على القصر، فالكل عم يقول انزعجت من رجعتها. يلي سمعتوه مو مزبوط، السلطانة ناهي الدوران ما أنا مزعوجة، مولاتكن حامل ولهيك ما عم تشوفوها. عن جد عم تحكي؟ سمعتوا اللي سمعته؟ الحامل رح يجي ابن جديد للسلطان، وهالشي أكيد رح يزعج له يام خانو. مولاتي، مصطفى عم يلعب وأنا رح ضل معه. صادقة؟ قربي لعندي، عم قلك قربي. لأنه عم تهتمي بابني مصطفى. هاي الأسوارة هدية لإلك. شكراً، أنا كتير بحبه لابن السلطان. صار فيك تروحي هلأ. وينك كوثر؟ دوري عليها وابعتي لي إياها فوراً. نورهان، قبل شوي كانت خديجة عندي. صادقة رح تروح مع خديجة. ايه منيح، بس هيك؟ عم قلك صادقة رايحة من اليوم، أنا وحبيبي، بس أنا وياه. هيام، بدي قلك شغلة بس يمكن تزعلك. خير شوفي، السلطانة ناهي الدوران عم يقولوا إنه هي حامل. أنتي متأكدة؟ والله هذا اللي عم تقوله كوثر، من شوي خبرت البنات. أخلص من المشاكل يا ربي، أنا ما بالحق أخلص من ورطة بتجيني ورطة تانية.
عادي عادي. إن شاء الله ألف مبروك يا بنتي. طيب ليش ما حكيتي لهلأ؟ شو بدي أحكي يا مولاتي؟ إنك حامل. مولاتي أنا فرحت كتير، حيكون عندي حفيد تاني. ألف مبروك إن شاء الله، إن شاء الله بتولدي وبتقومي بالسلامة. إن شاء الله. مبروك يا سلطانة. والله لسه بكر كتير على هالحكي، بس لا تفحصني الحكيمة بلكي أنا ما كنت حامل. معك حق، لكان بلا ما نخبر السلطان لنتأكد. أنا بعتت ورا الداي، بكرة الصبح راح تجي مشان تكشف عليها. ما بقى في حلويات؟ هيام انت كتير اكلتي، ما خايفة تمرضي؟ اي نورهان شو بعرفني، مشتهية. ليكي روحي لعند ناهد دوران شوفي لي شو صار معهم. ما فيني روح واترك الولاد لحالهم، بعدين ما في داعي روح لعنده، اذا حامل حامل، اذا جابت صبي قوتها رح تزيد، ووقتها يا نورهان ما بعرف شو رح ساوي. خديجة، ألفت، خلونا نطلع. ناهد دوران انت نامي وارتاحي، وإن شاء الله الحكيمة بكرة رح تبشرنا بخبر حلو كتير. تصبحي على خير. وانت بخير يا مولاتي السلطانة. كوثر، كيف بتعملي هذا الشيء؟ سلطانة بس أنا معقول أنا أتبهدل من وراكي يا كوثر؟ مو قصدي إني بهدلك يا مولاتي، أنا حكيت لعرف هيام وخليها تنغاز. بلكي ماني حامل، شو بده يصير فيني؟ هيام رح تشمت فيني وقتها. لا تحكي هيك يا سلطانة، وجع معدتك هالفترة هي بدل. طلعي لبرا ولا تورجيني وشك أبدا سلطانة. يلا روحي. هالورطة شلون بدي اطلع منها؟ هلأ شو لازم أعمل؟ مولاتي أنا ما بدي أسمع صوتك كوثر، ولا لو قطعت لك لسانك مو كتير. صباح الخير يا مولاتي السلطانة. صباح الأفراح إن شاء الله. يا حكيمة بدنا نسمع أخبار حلوة. إن شاء الله يا مولاتي. نورهان، نورهان قومي روحي لعند ناهد دوران، بدي أعرف إذا إجت لعندها الحكيمة. منعرف بعد شوي، ليش لحتى روح هلأ هيام؟ أنا ما رح أنطر، روحي فورا. يلا قومي يلا بسرعة. شو يا حكيمة؟ السلطانة حامل؟ مع الأسف يا مولاتي السلطانة مانا حامل. متأكدة؟ Thank you.
أنتي تأخرتي كتير يا ماريا، شو صار؟ بصراحة ما بعرف شو بدي قلك. لا تزعلي. ناهد دوران، ما أنا حامل. ما بيجوز إنك تزعلي، لسه رح تجيبي له صبيان كتير، بس المهم إنك تكسبي رضاه. إيه معك حق. سلطانة ناهد دوران، بهنيكي، خبرية حلوة كتير، فرحت لك كتير. إن شاء الله رح تولدي وتقومي بالسلامة. للأسف ما أنا حامل. لا تخبروا حدا. معقول هالحكي؟ ما تزعجي حالك، انتي صبية ولساتك بأول عمرك، بكرة الله بيبعتلك. والله صايرة بتخوفي يا هويا، ليش رحتي لعند ناهد دوران؟ مو هنن بدهن الواحد يجاملهم؟ ايه عملت مثل ما بدهن. بعد ما قبلت بقدر السيء صار كل يوم السلطان يبعد عني ويهرب. ليش في حدا منا بيقدر يعارض القدر؟ كل شي بهالدنيا نصيب، لا تقطعي الأمل. هون بالقصر مضطرين نجيب لهم أولاد ليعاملونا منيح، بدون ولد ما قلنا أي وجود، والسلطان بعاقبنا أو بكافئنا على هذا الأساس. أنا هلأ معاقبة يا سلطاني، مولاي ما عم يلمسني بالليالي اللي عم روح لعنده. منين بدي يكون حامل؟ ناهد دوران، طولي بالك شوي، وما لازم تحكي بهيك مواضيع قدامي. معك حق، رح اسكت واصبر. بوعدك بهالشي سلطاني. ما شاء الله ما شاء الله، انتي بدك تاكلي كل هالاكل؟ مو هيك، محمد عم ياكل معي. شو بدي اعمل؟ ما عم اشبع وكتير عم اشتهي الفري. اذا بدك تضلي تاكلي هيك ما رح يضل فري بالبلد كله. ذكرتيني بحالك وقت كنتي حامل بمحمد، كنتي على طول تطلبي أكل. بلكي كنت حامل. ناديلي على الحكيمة بسرعة. معقول دغري صدقتي شو صار لك؟ خلينا نشوف. طيب وليش ما أكون حامل؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا قولي انتي حامل يا سلطاني؟ شفتوا ما قلت لكم اني حامل؟ رح اجيب ولد تاني للسلطان. رح ناخد ناهد دوران معنا بس نروح على قصرك. لازم نختار ألوان مناسبة للفرش ونوصي على مقاعد جديدة للصالة اللي فوق. مولاتي وسلطانتي. تعي هيام، كنا عم نحكي عن فرش قصر السلطانة خديجة، فيكي تشاركينا حديثنا. بدي قلك شغلة سلطانة، بس خلص بقولها بعدين، لأنه خير. احكي. كل خير يا سلطانة. مبارح حضرتكم زعلتوا لأنه ما حيجيكم حفيد، بس أنا اليوم رح خليكم تفرحوا. أنا حامل. سلطاني خير إن شاء الله. عم قلك روحي لعند هاي الحي اللي اسمها هيام، صديقتك. سلطاني أنا شو اللي سويته؟ مولاتي حابة يسمع جلالة السلطان هالخبر الحلو مني، يعني أنا اللي بقصده إذا بتسمحي لي. ما في مانع، خبريه خليه يفرح له شوي، بس شوفي لا تحكي حكي كبير وتقولي أنا ما بجيب غير صبيان. الله بيغضب عليك يا بنتي، ادعي يا هيام انه تكون صحة المولود منيحة وتقومي بالسلامة. بوعدك ما انسى وصيتك. سلطانة خديجة، شو رأيك تيجي معي؟ منخبره سوا. تفضل. إبراهيم باشا بيكون معه، فرصة إنك تشوفي. لسه في كم شهر لتتجوزوا، بتكوني عم تعدي الساعات، ما هيك؟ إيه صح، راح لكتير وما ضل إلا القليل، مجبورين ننطر. احترامي للسلطانات. مولاي السلطان سليمان وإبراهيم باشا بالحديقة الخاصة. سلطانة شو رأيك نروح لعندهم؟ مولاي السلطان إله بشارة عندي. خير إن شاء الله. بشارة شو يا سلطانة؟ أهلاً
سلطانة؟ خير ليش رجعتي بكير؟ عم يوجعك شي؟ سلطانة شوفي قليلي لو سمحتي، انتي مبينة مو منيحة. هالكابوس ما رح يخلص يا كوثر، أنا انتهيت خلاص. ويا محامل كمان. شو رح تضل تجيب ولاد؟ مولاتي لو بتسمحي لي والله لموت لك ياها. خديجة هيام، أهلا وسهلا. انت شو هذا اللي عم بتقولي؟ ناوية تقتليها لهيام جنيتي؟ ما قصدت اقتلها يا سلطانة، بس يعني منلاقي لها شي طريقة. اوعك تتدخلي بشغلات مو من اختصاصك. انا ما بدي مساعدتك، عم تفهمي؟ سلطانة ما بدي اسمع صوتك. خلي هالنار جواتي احسن، مشاكلي كافيتني أنا مو ناقصني. خير إن شاء الله. كل خير يا مولاي السلطان. مولاي حبيت بشرك بنفسي، طلعت حامل، حامل بابنك يا سلطان. يا عم حبيبتي انا كتير سعيد، وان شاء الله على طول شوفك سعيدة يا عم. الكسندرا. ليو، ليو، شو انت مستغني عن عمرك؟ مولاي بهنيك على هذا الخبر الحلو. شكرا يا ابراهيم، الله يطعمك ويطعم خديجة الذرية الصالحة إن شاء الله. مولاي السلطان إن شاء الله أكون حامل بسبب. إن شاء الله يا رب. مولاي بدك يستنوك مشان الرسم؟ خليهم يروحوا هلأ وبعدين بيجوا. مين هدول مولاي؟ إبراهيم تعرف على رسام شاطر كتير وحابب إنه يرسم لي صورة لإلي، قال بده يحط صورتي بقصره جديد. حلو والله، بلكي بيرسم لنا صورة إلي وإلك، شو رأيك مولاي؟ موافق، بس بالأول خلينا نشوف كيف بيرسم وبعدين منقرر.